معكم حول الحدث. رمتان عويطية. أهلا بكم، إنها 2:05 في باريس، 3 في غزة، 3 في الكويت، هنا مونتي كارلو الدولية. معكم حول الحدث، برنامج سياسي، ساعة تفاعلية نتوقف فيها عند الأخبار التي تهمكم. نقدم قراءات بين السطور من هنا من قاعة التحرير في مونتي كارلو الدولية وعبر شبكة مراسلين عبر العالم. نفسح المجال لتعليقاتكم أعزائي المستمعين ونفتح النقاش حول قضايا متنوعة في حلقة اليوم. نتوقف في فقرة خارج نطاق التغطية عند تعرض نشطاء وصحفيين من ائتلاف شباب الانتفاضة والصحفيين من غزة أو في غزة إلى الضرب من طرف الشرطة، ونستضيف معنا أيضا الناطق باسم الداخلية في غزة للاستضاحة حول هذا الموضوع. بين السطور، فقرة خاصة نسلط فيها الضوء اليوم على الانتخابات المصرية، على الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح أو باب الحملة الانتخابية المصرية والتي أغلقت أبوابها اليوم، وضوء على مطالب المصريات للرئيس المصري المقبل. قضية اليوم، أزمة برلمانية جديدة في الكويت على خلفية استقالة عدد من النواب الكويتيين. ما هي الخلفيات؟ وهل هذه الأزمات المتكررة تعيق العمل الديمقراطي في الكويت أم أنها تحافظ على الديمقراطية؟ أطيب تحية فريق معكم حول الحدث، دنيكم يجي على هندسة الصوت دائما، وسلمى الزراع في الإعداد وتنسيق. السعد بصحبتكم، هذه رمتان عويطية. خارج نطاق التغطية. خارج نطاق التغطية، فقرة نسلط فيها الضوء على قضايا محلية ونعيدها إلى واجهة الاهتمام عالميا. عرفت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حملة لتنديد بعنف الذي تمارسه بالعنف الذي تمارسه الشرطة في غزة على الناشطين وعلى الصحفيين وأدى على يد الشرطة في غزة، ويبدو أن تحقيقا فتح في هذا الموضوع، وهناك أيضا ملاحظة حقات جزائية. أولا نستضيف معنا من غزة الناشط في ائتلاف شباب الانتفاضة محمد يوسف. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم. أنت تنتمي إلى ائتلاف شباب الانتفاضة، وتم التعرض لكم بالضرب من طرف الشرطة في غزة، وقد قمت يعني من بين الذين قاموا يعني إطلاق حملة تنديد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالعنف الممارس ضدكم. أولا، هل عرفتنا يعني الظروف التي حدثت فيها هذه الاعتداءات ولماذا ضربتم؟ كما اعتاد ائتلاف شباب الانتفاضة على تنظيم مسيرات حدودية وفي قطاع غزة، وأيضا مسيرات في الضفة الغربية على حواجز التماس للاشتباك بالحجارة مع العدو رفضا لممارساته، أعلن يوم الخميس وفي ذكرى النكبة الفلسطينية عن تسيير فعالية شبابية أو تظاهرة شعبية باتجاه الحدود، وتم التواصل مع الأجهزة الأمنية لأخذ الموافقات اللازمة لهذه التظاهرة، وقد تم الأمر. حين الوصول إلى حاجز الأمن الوطني فوجئنا بمنعنا من التقدم، ومن ثم تم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وهو عكس ما كان يتم في المراحل السابقة. تم الاعتداء على مجموعة الشباب وأيضا على الصحفيين بشكل عنيف ودون تمييز، الأمر الذي أزعج هؤلاء الشباب والصحفيين. لكن ليست المرة الأولى التي يقوم فيها شباب ائتلاف الانتفاضة يعني الذهاب إلى خطوط التماس مع دولة إسرائيل والقيام بعمليات لكسر الحصار تارة وعمليات أخرى احتجاجا، فلماذا هذه المرة بالذات قبلتم بهذه يعني هذا القمع من طرف الشرطة؟
يعني في مرات سابقة حدث أيضا هنالك قمع محدود لبعض العناصر. أنا شخصيا تعرضت للضرب في تظاهرة سابقة، ولكن لأنها كان نتيجة سوء فهم من ضابط ميداني لم نقم بتسليط الضوء عليها. هذه المرة كانت بشكل عنيف، وفيما يبدو حسب لجنة التحقيق أن الأوامر للحاجز لم تكن واضحة من قبل قائد كتيبة الأمن الوطني بتسهيل مرور النشطاء والصحفيين. وبالتالي هل أنت تقول بأن الأمر الذي حدث، يعني تعرض لكم بالضرب، ليست سياسة ممنهجة، وإنما هو يعني سوء فهم من طرف إداريين محليين في الأمن؟ هذا حسب ما خلصت له نتيجة التحقيق، ونحن نعتقد ذلك، بحيث أن المعاملة الأمن الوطني تحديدا كانت لنا ممتازة، بخلاف المباحث التي كانت تقمع كل التظاهرات الشبابية، خصوصا التي تقوم التي تكون في منتصف البلاد في الجندي المجهول وما إلى ذلك. قد يكون التعامل معنا في هذه الواقع هو سلوك طارئ، ولكن هذا لا ينفي أن الشباب في قطاع غزة والنشطاء الشباب في قطاع غزة يتعرضون لممارسات تضييق من قبل الأجهزة الأمنية في تنظيم الفعاليات أو تنظيم التظاهرات. ولكن ما حدث تحديدا يوم خميس 15 مايو هو كان سلوك طارئ وليس معتاد من قبل جهاز الأمن الوطني. طيب، شكرا لك. إذا الناشط كنت معنا محمد يوسف، كنت معنا مباشرة من غزة، ونربط الاتصال بضيفنا الثاني وأنت صحفي، محمد أبو الريش. أهلا أبا أو عبد الحكيم أبو الريش، أهلا بك سيدي. أنت كنت من بين الصحفيين الذين تعرضوا للضرب خلال تغطيتهم لمظاهرة ائتلاف شباب الانتفاضة، يعني لماذا تم التعرض لكم أيضا وأنتم تغطون هذه التظاهرة وليس إلا؟ يعني في الحقيقة دائما نحن نقوم بتغطية جميع الفعاليات التي تنظمها جميع الفصائل الأطر الطلابية أو الائتلافات الشبابية التي تقوم بتنظيم هذه الفعاليات. نحن الأول مرة نتعرض لحادثة كمثل هذه، لأنه كان هناك كما حدث زميلي قبل قليل، هناك كان سوء فهم الشباب وبين جميع المشاركين في هذه الفعالية، لأنها كانت هي متوجهة إلى خط التماس مع العدو الإسرائيلي. كان هناك في الحقيقة كان الذي جرى أنه قامت الشرطة بالإخداع، لأنه الشباب الذين المشاركين في هذه الفعالية قد تعدوا الخط الذي أعده جهاز الأمن الوطني المتواجد على حاجز ناحية العوز، وهذا ما أضطر جهاز الأمن الوطني الذي يقبض في مكانه. طيب أنتم كصحفيين لماذا، يعني لستم أنتم الصحفيين الذين اخترقوا هذه الحواجز الأمنية، لماذا تعرض للصحفيين في غزة؟ نحن دخلنا جميع الصحفيين عندما رأوا الشباب المشاركين في هذه الفعالية، دخلوا جميع الصحفيين دخلوا، وجهاز الأمن الوطني فقد السيطرة على هذه السيطرة على عدم منع الجميع من الدخول إلى المنطقة الخطر التي أعدها العدو الإسرائيلي، يعني عن بعد عدة أمتار معينة سيتم إطلاق النار على جميع الشباب المتوجهين إلى الحدود الإسرائيلية. فقام الجهاز الأمن الوطني بالاعتداء على الصحفيين وعلى الشباب المشاركين النشطاء في هذه الفعالية بالضرب، ولكن بعد انتهاء الاعتداء على الصحفيين شكلت وزارة الداخلية بأمر من وزيرها هذا سنراه مع يعني ناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، يعني فليحكي كل عن يعني من مستوى موقعه. سيد عبد الحكيم، أنت كصحفي في غزة، هل هذه المرة الأولى التي تتعرض لها فيها لهذا الاعتداء بالضرب عليك أثناء ممارستك لمهامك؟ يعني فهي الأولى والأخيرة ستكون إن شاء الله، لأنه كان هو سوء فهم كما قلت لك سابقا، انه هذا كان سوء فهم من قبل رجال الامن الوطني، لانهم ليس لديهم يعني تعليمات بان الصحفيين
يعني يتعدون هذا الخط او هذا الحاجز، لانه بعدها سيتم اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الصحفيين وعلى النشطاء، لان العدو الاسرائيلي لا يفرق بين الصحفي وبين الشاب وبين مواطن وبين شرطي رجل امن. طيب شكرا لك الصحفي عبد الحكيم أبو ريشاندا، الصحفي في قطاع غزة. وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا من غزة السيد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية. أهلا بك سيدي. أهلا بك وبضيفك. استمعنا إلى شهادات من يعني ناشط في ائتلاف شباب الانتفاضة وأيضا الصحفي عبد الحكيم أبو ريش، وقيل لنا بأنه يعني سوء فهم، فهل هو سوء فهم فعلا؟ وما الذي قمتم به في إطار التحقيق في هذا الموضوع؟ بداية نحن نؤكد في وزارة الداخلية أننا حريصون على الحريات العامة في قطاع غزة وعلى حرية عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، ونحن نقوم بتسهيل عمل وسائل الإعلام في قطاع غزة بشكل مريح. في العام الماضي 2013 قامت وزارة الداخلية من خلال مكتبها الإعلامي بتسهيل 1463 مهمة لوسائل الإعلام داخل مقراتها الأمنية، وفي هذا العام حتى اللحظة قامت بتسهيل أكثر من 730 مهمة لوسائل الإعلام. طيب لماذا هذه الحادثة إذن؟ لماذا هذه الحادثة؟ وبالتالي نحن حريصون على تسهيل عمل وسائل الإعلام والحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين. ما جرى في حادثة المسيرة في ذكرى النكبة الفلسطينية أنه توجه عدد من النشطاء وبعض الصحفيين إلى حاجز نحو العوز العسكري الإسرائيلي، وهي منطقة حدودية. نحن لدينا حاجز هناك لقوات الأمن الوطني. حينما وصلت هذه المسيرة التي كانت بعلم وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها ستصل إلى الحدود الإسرائيلية وستقوم بوضع العلم الفلسطيني على تلك الحدود، ولكن بعد التحقيق تبين أن قائد كتيبة الأمن الوطني لم يبلغ الحاجز بأن هذه المسيرة ستصل إلى السلك الحدودي، ومن هنا كان الخلل. وقامت قوات الأمن الوطني في تلك المنطقة بمحاولة منع مرور النشطاء الفلسطينيين والصحفيين ووصولهم إلى الحاجز حفاظا على حياتهم، لأنه في مرات سابقة قتل وأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي نتيجة وصولهم إلى السلك الفاصل. يعني حفاظا على معلش سيدي الكريم، حفاظا على حياتهم، يعني يقتلون ويضربون بأيدي الفلسطينيين حفاظا على حياتهم حتى لا يقنصوا. يا سيدتي لم يقتل أحد بأيدي يعني فلسطينية، وكان ضربوا وسعوا ضرب ومن ضربوا ومن ضربوا بس دعوني أكمل تفضل. ومن ضربوا هم تعرضوا لردود بسيطة ولم يضربوا ضربا عنيفا، ومن قام من افراد الامن بممارسه الضرب هم ثلاثه افراد من اصل 35 فرد من القوه كانوا موجودين في المكان. وبالتالي الاعتداء على بعض الافراد هو كان في اطار محدود وفي محاوله السيطره. أضف إلى أن بعض النشطاء قام بإشعال وتخريب بعض ممتلكات المواطنين وحرق محاصيل زراعية، وبالتالي مما دعا قوات الأمن الوطني للتصرف ببعض القوة حفاظا على أولا على أرواح المواطنين ثم حفاظا على الممتلكات في تلك المنطقة. اتخذتم إجراءات عقابية أنتم في هذا الصدد بعد هذا؟ وبالتأكيد، ونحن حينما نتصرف ننطلق من مبادئنا في الحفاظ على حرية الصحافة، فقمنا بفتح تحقيق في هذا الحادث بشكل مباشر. بعد أقل من 36 ساعة من واقعة الاعتداء خرجت لجنة التحقيق بالنتائج وتبين أين كان الخلل، ونحن اعتذرنا بشكل علني كوزارة الداخلية، وهذا أمر غير مسبوق لدى أي من وزارة الداخلية أن نعتذر للمواطنين بشكل علني، وقلنا أننا كان لدينا خطأ وكنا شجعان في هذا الأمر، وأن عمليات الأمن الوطني هي من تتحمل المسؤولية عن هذا الخلل. ونحن عاقبنا ثلاثة من أفراد الأمن بالسجن لمدة أسبوعين ونقلهم من مكان عملهم، واتخذنا عديد من الإجراءات لمنع تكرار هذه الحادثة. وكان لنا قبل يومين جلسة مع كل من اعتدي عليهم إن سواء كان من الصحفيين أو من النشطاء بحضور قائد قوات الأمن الوطني اللواء جمال الجراح، واعتذرنا لهم أيضا بشكل مباشر وجلسنا معهم وتبادلنا معهم أطراف الحديث. جدير بالذكر حينما توجه الصحفيين إلى حاجز الأمن الوطني يوم الحادثة
قبيل المسيرة كانوا في ضيافة قوات الأمن الوطني، وجلس الصحفيين في مقر الأمن الوطني وتناولوا الشاي والمياه مع قوات الأمن الوطني، ولكن حينما وصلت المسيرة ولم يلتزموا بالتعليمات من الموقع وتعرض ممتلكات المواطنين للتخريب، قام بعض رجال الأمن بمحاولة السيطرة على ما جرى، ونحن عاقبناهم على القوة التي استعملوها ضد المواطنين وضد الصحفيين، وخرجنا بتوصيات أعلناها في لجنة التحقيق، أعلناها بشكل علني لكل المواطنين ولكافة وسائل الإعلام. ونحن في وزارة الداخلية نؤكد على أننا سنستمر في تسهيل عمل وسائل الإعلام وحمايتهم، ولن نسمح أبدا بأي تجاوزات ضدهم، ونحن وقفين هنا على الخطأ لأننا وجدنا من أجل تسهيل عمل وسائل الإعلام والصحفيين وضمان حريتهم وضمان سلامة وأيضا المواطنين في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك إذن سيد إياد البوزوم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، كنت مباشرة معنا عبر الهاتف لتعليق على يعني الضرب الذي تعرض له ناشطون من ائتلاف شباب الانتفاضة وصحفيون خلال يوم النكبة إحياء لهذه أو تخليدا لهذه الذكرى. أنتم دائما مع إذاعة مونتي كارلو الدولية، ساعة الآن في باريس هي 2:21، ابقوا معنا، سننطلق إلى مجال آخر إلى الانتخابات المصرية التي ستلتئم الاثنين، وسنتوقف مطولا عند هذا الموضوع في فقرة بين السطور. بين السطور، بين السطور مادة إخبارية ننتقيها لحضراتكم من هنا من قلب قاعة التحرير في إذاعة مونتي كارلو الدولية. اليوم نتوقف في ريبورتاجين من إعداد مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة مستجاب عبد الله. الأول يتحدث عن النساء المصريات، عن دورهن في هذه الانتخابات، عن تطلعاتهن أيضا إلى المستقبل، وما الذي ينتظرنه من رئيس مصر المقبل. 24 مليون صوت من إجمالي 53 مليونا، بما يعادل 45% من أصوات الناخبين. هكذا تقدر أصوات المرأة في كشوف الناخبين في الانتخابات الرئاسية في مصر، التي يرى البعض أن خروجها سيكون مؤثرا ومفيدا للمرأة. رجاء سعودي إحدى السيدات: احنا طبعاً عشان نختار رئيس لينا للبلد يكون صالح عشان حققنا أهدافنا اللي معانا، الأولى هو هيتحقق الهدف هدفنا مش هنطلع من برا بيوتنا. سألنا الدكتورة ياسمين السروجي مدرسة علم الاجتماع عن أسباب حرص المرأة على المشاركة. بتذهب لأن بيبقى عندها أمل في التغيير، هي ما بتيأس، فكل مرة بتذهب بتبقى عايزة أن الواقع يتغير، أن هي تلاقي صدى، وهي كمان مش بيبقى عندها أمل في نفسها، يعني في واحدة بيبقى عندها أمل تشغل ابنها، تشغل بنتها، تشغل أخوها. لكن نسبة من السيدات لهن رأي آخر، فسيدات التيار الإسلامي يقاطعن لأسباب سياسية، فيما تقاطع فئة أخرى لأسباب مختلفة. حنان واحدة منهن: مش هروح الانتخابات بصراحة، كل مرة باخد أهلي وأصحابي وأخواتي ونروح علشان يعني الحال يبقى أحسن من الأول، لكن للأسف ما فيش أي تغيير. واجهنا الدكتورة مجدة إمام عضو المجلس القومي للمرأة: لماذا المشاركة رغم تبخر الوعود في كل مرة؟ والله احنا بيكفينا المكتسب اللي بنحصل عليه لما بنلاقي ان الحياة بدأت تستقر، وزي ما بقول دايما قبل ما نطالب ان المرأة يكون لها دور ايجابي، انا بطالب المرأة انها تبحث عن الشيء اللي يؤهلها ان يكون لها الدور ده. 30 مادة مباشرة وغير مباشرة تحفظ للمرأة حقوقها وتصون حريتها، كفلها الدستور الجديد، هكذا يقول الباحث القانوني جمال أحمد. أعتقد أن الفترة اللي جاية المرأة هتنول قدر كبير من الاهتمام، من الواضح جدا حتى في الدستور 2014 كان المرأة لها نصيب كبير في ذلك، أيضا من خلال تشريع بعض القوانين الأخيرة التي تعطي المرأة بعض حقوقها. ائتلاف التيار النسائي المصري كثف جهوده في الفترة الأخيرة بشأن تحفيز المرأة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما أن لديه خطط مستقبلية لدمجها في الحياة السياسية. حنان حلبي مؤسس التيار النسائي المصري: مخططنا اللي جاي إن شاء الله هنعد ورش عمل لتأهيل قيادات سياسية من النساء دول اللي من حقهم اللي وراء الكواليس يخرجوا للعمل السياسي والاجتماعي ويمارسوا صح، لازم يبقى فيه عنصر نسائي تحت الرئاسة. 65% هي نسبة مشاركة المرأة في الاستفتاء الأخير على الدستور أوائل هذا العام،
الأمر الذي جعل كثيرين يلوحون بأن خروج المرأة يسهم بشكل كبير في التغيير. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو للدولية. وقبل أن نتوقف في حديث مع مراسلنا مستجاب عبد الله حول هذه الروبورتاجات وحول الأجواء اليوم في مصر قبل انطلاق عملية الانتخاب، لا بأس أن نعرج على روبورتاج آخر قام به أو أرسله لنا مستجاب حول إغلاق باب الحملة الانتخابية في الرئاسيات المصرية. 20 يوما هي عمر الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة الوحيدين عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق واليساري حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي. لم يتبقى منها إلا ساعات وتبدأ فترة الصمت الانتخابي مع نهاية اليوم الجمعة. مرت أيام الدعاية الانتخابية بين اللقاءات المتلفزة والمباشرة وأخرى بخدمة الفيديو كونفرنس، فيما تفوق كل مرشح على الآخر بشيء. فبينما كثرت لقاءات السيسي مع فئات من المجتمع ووجود مندوبين له في السفارات المصرية في الخارج، تغلب حمدين بمؤتمراته الجماهيرية في عدد من المحافظات، فيما لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما في إبراز شخصية كل مرشح لناخبيه. لكن مع اختلاف تحركات السيسي وصباحي، إلا أن الاثنين ركزا في دعايتهما على التعهد باستعادة الأمن وعودة الاستقرار وعدم الزج بالقوات المسلحة في السياسة ورفض أي وجود للإخوان في المرحلة المقبلة. في غضون ذلك دعا تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تصعيد الاحتجاجات يومي عقد الانتخابات الرئاسية 2 والثلاثاء المقبلين، الأمر الذي يثير مخاوف من وقوع مواجهات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين المقر الانتخابية. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية. ونسعد باستضافتك مستجاب عبد الله، أنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القاهرة. أهلا مستجاب. أهلا رمتان. يعني استمعنا معك إلى ما أعددته من ريبورتاجات خلال الأيام القليلة الماضية حول تطلعات يعني الأقباط خلال يعني في هذه الانتخابات، تطلعات المرأة. من اللافت أنك قلت في ريبورتاجك بأن المرأة التي شاركت بقوة في الاستفتاء الأخير والتي تطمح إلى يعني لعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، هل المرأة للمرأة المصرية أو للمصرية حظوظ في المرحلة المقبلة حتى إن فاز يعني السيسي أو حمدين في كل الأحوال؟ يعني هي حظوظ المرأة في الحقيقة ما زالت أيضا على المحك. يعني المرأة قد جربت أكثر من استحقاق انتخابي في السابق، سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، والتي جاءت بمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، ثم بعد ذلك الاستفتاء على دستورين، الدستور الذي أعده مرسي والدستور الذي أعد بعد لصاحب مرسي في إطار خارطة المستقبل، وها هي الانتخابات الرئاسية. في الحقيقة يعني المرأة تشارك بقوة في هذه الاستحقاقات، وأن كان هناك انقسام أيضا داخل المرأة، داخل يعني المنظمات النسوية، وداخل أيضا صفوف النساء حتى في الشوارع. هناك من يئسنا ويعني ويقولنا أن هناك يعني ليس هناك فائدة، شاركنا ولكن لم نجد يعني أي نتائج إيجابية حتى الآن. هناك من تقول بأن يعني فترة ما بعد 30 من يوليو تختلف عن قبلها. من جهته تقوم أو يقوم المجلس القومي للمرأة بتحفيز السيدات على إعطاء الصوت في الانتخابات. في الحقيقة المرأة تسعى في كل ذلك إلى حقوقها، سواء الحقوق العامة وهي الحقوق التي تصيب الجميع، يعني مثل البطالة ومثل غلاء الأسعار والجوانب الاقتصادية وغيرها، والحقوق الأخرى المتعلقة بحريات المرأة. المرأة إلى الآن في مصر لم تنل قسط كبير من الحريات التي تسعى إليها. أيضا لا ننسى أن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الإبنة، فبالتالي هي تسعى أيضا لأبنائها للحصول على عمل. هناك أعداد كبيرة جدا من الشباب العاطلين تسعى أيضا إلى تحسين مسكنها وتحسين يعني الحالة الاقتصادية للمرأة. لكن يعني السفيرة مربت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة صرحت يعني قبل قليل أن صوت المرأة في الانتخابات أمانة لا يجوز التفريط فيه، وأنه حان الوقت لأن تعلن عن إرادتها الحرة وتبهر العالم على حد قولها من جديد في ثاني استحقاق سياسي بعد أحداث 30 من يونيو. وردت على المزاعم التي تقول إن حقوق المرأة يعني لم ينظر لها في المستقبل، وهي
قالت بنبرة متفائلة أن حقوق المرأة سوف تحقق بعد الانتخابات الرئاسية. يعني رأينا يعني مستجاب أن هناك الكثير من التطلعات وهناك الكثير من الأمل في المرحلة المقبلة. دعنا نتحدث قليلا عن الأقباط، وهو صوتهم يعني مهم جدا في هذه المرحلة. قيل كثيرا بأن الأقباط يعني أنهم لن يعطوا صوتهم لمرشح عن الإخوان المسلمين. في هذه الانتخابات لا يوجد مرشح رسميا عن الإخوان المسلمين، لا السيسي ولا حمدين يقران بوجود هذه المنظمة التي يسمونها بأنها يعني يؤكدون بأنها لن تكون لها وجود وأنها منظمة إرهابية. فإذا برأيك أين سيذهب صوت الأقباط في مصر اليوم؟ يعني هو لم يكن هناك إعلان رسمي لصوت الأقباط في مصر بشكل واضح، يعني وإن كان يعني من خلال المتابعات نقول إن أصوات الأقباط أو أن الأقباط يرون أن السيسي هو الحصن في مواجهة الإسلاميين. هم شاركوا بقوة في أحداث 30 من يونيو والتي أطاحت بعصر مرسي والذي كانوا يتخوفون من خلاله، فبالتالي السيسي في نظرهم هو أنسب من حمدين، ربما من حمدين الصباحي، وإن كان لم يعلن ذلك رسميا عبر الكنيسة القبطية مثلا، والذي كان حريص البابا تودوس الثاني بأنه يقول إن الكنيسة لن توجه الأقباط إلى مرشح بعينه، لكن الواقع يقول إن الأقباط وهم يعني طائفة كبيرة جدا أو فئة كبيرة جدا من الفئات التي المنظمة التي تذهب وتدلي بأصواتها، هم ينظرون إلى المشير عبد الفتاح السيسي لأنه المنقذ لإطاحته بمرسي، وأنه يستطيع الاعتماد عليه في خلال الانتخابات الرئاسية بأنه ربما يحقق يعني ما يصبو إليه الأقباط. لكن الشيء الأهم هو رأوه بالفعل، رأوا أن السيسي أطاح بمرسي، فبالتالي هم يعتبرونه حسنا لهم. لكن ما زال هناك تخوف من البعض وإن كان باطنا بأن ما يقلق الأقباط أو أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالأقباط لم تنفذ في على مدار الحكومات الماضية جميعها. هم يقولون أنه يعني ليس مؤكد بأن أي من المرشحين يستطيع أن ينفذ ذلك، مثل يعني تنفيذ قانون دور العبادة الموحد وإعطاء أو السماح ببناء الكنائس من دون تصريح كما هو موجود. ما زالت هذه القيود موجودة على الأقباط وعلى دور العبادة المتعلقة بالأقباط إلى الآن. سؤال أخير مستجاب، هناك في يعني المواقع الغربية وفي الصحافة الغربية من يتحدث عن يعني تخوف من تحول مصر إلى دولة عسكرية يحكمها نظام عسكري، وهناك العديد من يعني التوقيعات التي جمعت لإنقاذ الناس المحكوم عليهم بالإعدام جماعيا في المنيا إلى غير ذلك من الأحداث التي يسلط عليها الإعلام الغربي الأضواء. ما هو الشعور عندكم في مصر؟ هل هناك تخوف من دولة عسكرية قادمة في مصر، أم أن يعني هناك ارتياح لعودة يعني القبضة الحديدية أو فلنقل القبضة التي لا تجعل الأمور سايبة زي ما يقول البعض في مصر؟ ما هو رأي الشارع المصري في هذه النقطة؟ نعم، يعني لا نستطيع أن نحكم على رأي الشارع بأنه رأي موحد. الشارع كما هي الحياة السياسية أو الأحزاب السياسية هو منقسم أيضا. الشارع ينقسم يعني إلى عدة فئات. فئة هي التي أيدت الثلاثين من يونيو التي أطاحت بمرسي، وهم الذين يتشبثون بالعسكر ويتشبثون بالمشير السيسي باعتبار أنه المنقذ لهم، ويقولون إن مصر تحتاج لدولة العسكر حتى يتم ضبط الأمن. هناك فريق مقابل تماما لذلك، وهم الإسلاميين الذين يرون أن العسكر هو الذي سطى على الشرعية وأنه فعل ما فعله لعودة حكم العسكر مرة أخرى وعودة نظام الرئيس الأسبق مبارك مرة أخرى. هناك فريق يقف بين منطقة وسطى، وهو الذي شارك في أحداث 30 من يونيو، وهو يرفع شعار حاليا لا للإخوان ولا للعسكر معا ولا للفلول أي لحكم مبارك معا. هم يرفضون الإخوان لكنهم يرفضون بدورهم حكم العسكر ويعتبرونه إعادة للنظام الأسبق، إعادة لنظام مبارك. أما الفئة وهي فئة مهمة في الشارع المصري وكثيرة، وهم من يسمون حزب الكنبة، وهم المواطنون البسطاء والعاديون، هم إلى حد كبير حائرون. منهم من يقول إن مصر تحتاج لحزم وتحتاج لإدارة قوية، ومنهم من يتخوف لعودة
سطوة رجال مبارك مرة أخرى إذا ما عاد العسكر، لكن الفئة الكبيرة منهم تتحدث عن مسألة الاستقرار وأنه يجب أن تحكم البلد بحزم على حد قولهم حتى يتم استعادة الأمن وبالتالي يعني تقضى مصالحهم. وهذه يعني وهذه الحجة أو هذه الحجة التي بنى عليها أكثر من دولة أو أكثر من دولة عربية خلال الانتخابات الماضية والتي ستأتي يعني حملتهم الانتخابية. شكرا جزيلا لك مراسل مونتي كارلو الدولية مستجاب عبد الله في القاهرة، سيكون لنا موعد معك الثلاثاء المقبل في قضية يوم الثلاثاء التي نخصصها للانتخابات المصرية، مصر بعد الانتخابات ماذا بعد. شكرا لك، ننتقل إلى الكويت. الكويت وقضية اليوم. قضية اليوم للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14 أنتم دائما مع إذاعة مونتي كارلو الدولية. ساعة الآن في الكويت هي 3:35. أعلن أو يعني 5 أعضاء من البرلمان الكويتي استقالتهم في الفترة الأخيرة، وقد قبل البرلمان مجلس الأمة الكويتي هذه الاستقالة، وقد قدم النواب استقالاتهم بعد أن رفض البرلمان استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح لحول بشأن مزاعم حول الفساد وسوء الإدارة. هل تخدم هذه الأزمة المصغرة إن صح التعبير أو تسميتها هكذا ديمقراطية في الكويت، أم أنها تعيق العمل الديمقراطي البرلماني في الكويت؟ للوقوف عند هذه النقطة نسعد باستضافة عضو البرلمان الكويتي ناصر الدويلة. أهلا بك سيدي. أهلا، أنا عضو سابق. أهلا بك، أحسن لأنك عضو سابق وهكذا يمكن أن تكون لديك حرية أكبر في التعليق على مجريات الأحداث. سيدي الكريم، ما رأيك في هذا الاتجاه إلى الاستقالة رغم يعني أنه كان المطلب مشروعا وهو أنه استجواب يعني رئيس الوزراء بشأن يعني رفض التحقيق في مع رئيس الوزراء بتهمة تقديم هبات إلى البرلمانيين؟ هذه خطوة مسبوقة أو غير مسبوقة هذا الرفض، فإذا هل تؤيد قرار الاستقالة أم لا تؤيده؟ أول شيء الاستقالة حق مشروع للنائب في البرلمان أن يستقيل في أي وقت يشاء لأسباب خاصة أو لأسباب أو لتسجيل موقف، وهي لم تكن هي المرة الأولى التي يستقيل فيها نائب. فعلى طول سنوات السابقة في البرلمان كان هناك نواب يسجلون مواقف معينة عبر الاستقالة، فهذا أمر يعني ما في شيء. المشكلة في سبب الاستقالة. نعم. سبب الاستقالة اللي هو يعني عدم استجواب رئيس الوزراء في قضية بعض دفع بعض الأموال لبعض النواب. الأمر ليس على هذا الحال. الأمر أن الاستجواب قدم في 10 محاور. في تقريبا محور أو محورين دستوريا صحيحين يجب أن يتم فيهم استجواب رئيس الوزراء، وفي 8 محاور غير دستورية نصحناهم كخبرة سابقة وكرجال قانون استبعدوا النقاط غير الدستورية من استجوابكم يمشي الاستجواب. ما الذي تسميه سيدي بالنقاط؟ ما الذي تسميه بالنقاط غير الدستورية؟ يعني عندما يحاسب يعني عندما يعني يستجوب رئيس الوزراء في غير مجال اختصاصه هذا أمر غير دستوري، وبالتالي يجب أن تستبعد هذه النقاط من الاستجواب، وهم أصروا إلا أن يدخلون هذه النقاط في الاستجواب. هذا إذا كان الدستور هو اللي أعطاك حق الاستجواب، فالدستور كذلك منعك أن تستجوب رئيس الوزراء في غير مجال اختصاصه. هذه قضية دستورية، يجب إذا كنا نتمسك بالدستور ونتمسك بالقانون يجب أن نكون حاسمين في القضية هذه. طيب هل هذا المنع سيدي الكريم، هل هذا المنع قاطع وساري يعني بصورة غير يعني محددة، أم أنه رفض للصيغة التي قدم بها طلب الاستجواب ويمكن تقديم طلب ثاني؟ يجب أن يكون
ماشي، يجب أن يقدم يعني يستبعد المحاور غير الدستورية من الاستجواب، ويقدم استجواب دستوري وعلى رئيس الوزراء أن يصعد بنفسه ويرد عن الاستجواب. لكن رئيس الوزراء لما يتمسك بالدستور ما أستطيع أن أقول حق رئيس الوزراء والله أنت رئيس الوزراء غلطان، لا ما أقول غلطان، وبالتالي أنا يكون بعلمك أصنف معارض لرئيس الوزراء، وأتمنى زوال رئيس الوزراء، وأتمنى يعني تغيير رئيس الحكومة. هذه قضية ما لها علاقة في الموقف الشخصي، أنا أتكلم من ناحية دستورية. إذا كنا صادقين مع أنفسنا فيجب أن نلتزم بالدستور التزام حقيقي، يجب أن يكون التزام الاستجواب في كل محاولة استجواب دستوري، والمجلس هو اللي يقرر فإذا في قراراته. أنا هذا مبدئي بغض النظر عن موقفي من رئيس الوزراء، إن رئيس الوزراء يعني على حق ولا على باطل، ولا رئيس الوزراء يعني يستحق أن يعني يبقى في منصب أو لا يستحق، هذه قضية دستورية يجب أن نكون واضحين تماما فيها. طيب هل تعتقد بأن هذا الترنح، دعنا نسميه كذلك لأنه أكثر من مرة أسقط البرلمان الحكومات، وأكثر من مرة كان هناك تعطيل حكومي نظرا لهذه المناوشات التي تحدث عادة في البرلمان الكويتي، هل هذا في مجلس الأمة أقول، هل هذا يعني يساعد أو يعرقل الديمقراطية، العمل الديمقراطي في الكويت؟ بالعكس، هذه تطبيق للديمقراطية. يعني الديمقراطية هي جوهرها الحرية، جوهر الديمقراطية الحرية اللي هي حرية الإنسان وما يعتقد وما يقول وما يعمل، وكذلك الرقابة الشعبية على 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 النظام وعلى الحكومات، وبالتالي هذا جوهر الديمقراطية. أحيانا يعني تصير أخطاء في الإجراءات، أخطاء في التطبيق، لكن الجوهر واحد. بالعكس أنا ما أجد أن في هذا الأمر أي قضاضة، خير إن شاء الله تسقط الحكومة 100 حكومة تجي بدالها. لكن هذا هل هذا الأمر يعطل المسار، يعني مسار العمل، مصالح الناس، يعني إذا كان هناك يعني موسم سقوط الحكومات، يعني استخدام الأدوات الدستورية في غير إطارها العملي والواقعي يعني يؤدي إلى سوء نتائج سيئة. لكن لا يستطيع أن نوقف هذا الاستخدام. هذا الاستخدام هو جوهر الديمقراطية، وبالتالي كل الأخطاء أو كل السلبيات التي تبرز من الاستخدام السيء تغطيها أن الديمقراطية ستصحح نفسها بعد 4 سنوات عبر الانتخابات وعبر صناديق الاقتراع. فأنا أعتقد أن هذا الأمر شيء إيجابي ولا يقدح بالديمقراطية في شيء، وإذا حصل هناك بعض التأخير وبعض الأخطاء الديمقراطية تصحح نفسها عبر 4 سنوات، كل 4 سنوات أو كل فترة انتخابات تصحح نفس الديمقراطية عبر انتخاب تجديد الثقة في النواب أو سحب الثقة في النواب آخرين. السيد ناصر الدويلة، العضو السابق في مجلس الأمة والمحامي، كنت مباشرة معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. ونسعد باستضافة، أولا نذكر أو نريد أن ننوه هنا إلى أن النواب المستقلون هم رياض العدساني، عبد الكريم الكندري، حسين القوعان، علي الرشيد، وصفاء الهاشم. اتصلنا في حسين القوعان وعلي الرشيد ولم يبدي إذن رغبة في المشاركة، لست أدري إن كان هذا لعدم يعني وجود وقت لديهم أم لأمور أخرى لأغراض سياسية. على كل حال نستضيف معنا، نسعد باستضافة معنا من الكويت السيد الإعلامي محمود اللافي، الإعلامي الكويتي. أهلا بك السيد محمود. أهلا ومساء الخير. أهلا، وحب أشكركم على هذا البرنامج والقائم عليه والمعدة للأخطاء. أهلا، حياك الله، كيفاش تقولوا عندكم أنتم؟ الله يحييك. أهلا، ومعنا عبر الهاتف أيضا نائب رئيس تحرير جريدة الآن الإلكترونية زايد الزايد. أهلا بك زايد. أهلا بك. يعني استمعت ما معنا إلى ما قاله المحامي عضو مجلس الأمة السابق ناصر دويلة حول هذه الاستقالات. يعني أولا محمود اللافي، ألا تعتقد بأن هذه الاستقالات يعني تضر يعني بالديمقراطية في الكويت لأنها تعطل العمل الديمقراطي، أم أنها تقول أم أنك
يعني تعتقد بأنها مشروعة، ما رأيك في هذا الموضوع؟ اولا بسم الله، يعني الاستقالات يعني لم تكن يعني اثر على مجلس الامه، وهذه ما هي وليده اليوم. الاستقالات يعني كانت في السبعينات، يعني كانت استقالات في مجلس الامه وكان في انتخابات تكميليه. هذا اول شيء انا قلت كلمه فيه. ثاني حاجه، الاستجابات كانت علشان شطب اللي هو استجاب رئيس مجلس الوزراء. بالعاده يعني كان في استجواب الى رئيس مجلس الوزراء السابق، بس كانت الاجراءات تتخذ الى الفتوى التشريع او يحاط على فتوى التشريع لإعطائهم يعني الرأي إذا كان دستوري أو غير دستوري. بس المشكلة شو اللي صار في استجاب رئيس مجلس الوزراء؟ أنه شنو؟ أنه اشطبوا، وكان في تصويت مجلس الأمة وعلى رأس مجلس الأمة، وهذا يمكن يخالف حتى في قوانين مجلس الأمة إذا ماني غلطان. يعني صححوا لي يعني الإخوان اللي معك الأستاذ زايد الزيد والدكتور إذا يكون معانا عايد المناع. نعم دكتور عايد المناع، لما نتوصل إليه سنحاول الاتصال به مع سلمى. شكرا إذن لك محمد اللافي الإعلامي الكويتي، كنت مباشرة معنا من الكويت. وننتقل إليك الزميل الإعلامي زايد الزيد، ما رأيك في هذه الاستقالات؟ هل المشكل اليوم، هل هذه الاستقالات يعني تشي بهناك يعني أزمة ما في حرية العمل البرلماني في الكويت؟ لا، أنا أنظر لهذا الموضوع حقيقة، موضوع الاستقالات، أنها واحدة من مظاهر الأزمة السياسية العميقة اللي نعيشها بالكويت. هي ليست الأزمة، هي ليست كل القصة. ستظهر بعد الاستقالات أمور أخرى ظهرت قبلها. المسألة أعمق من ذلك، المسألة تتعلق منذ الانقلاب وعلى الدستور من خلال فرض قانون الصوت الواحد في قيام مجلس الأمة. المسألة تتعلق بالتفرد باتخاذ القرار من جانب السلطة السياسية. هذه هي عمق وجذر الأزمة. يبقى الآن احنا نعيش نتائج هذه الأزمة ومظاهرها منها الاستغلال. طبعا وصلنا بعد هذه الأزمة، وصلنا إلى الكارثة، وهي شطب استجواب بكل سهولة وبكل دم بارد، أن يتم شطب استجواب ويحذف في سلة المهملات للأسف الشديد. وهذه سابقة من الحكومة ورئيس مجلس الأمة لمصالح متبادلة. لكن أن عضو البرلمان السابق ناصر دويلة يقول كما شرح لنا بأن هناك مشكلة في يعني قانونية أو دستورية اللوائح التي قدمت، فلماذا يعني يخرج هؤلاء النواب عن ما ينص عليه الدستور ويوجهون أسئلة إذا لا تتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء؟ استاذتي الفاضلة، يعني هم يرون أن هذه الجوانب الدستورية والمفترض أن يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء لا يرى ذلك. الآلية الوحيدة، لا يوجد عندنا في الدستور الكويتي ما يقول إذا رأى وزير أو رئيس مجلس الوزراء أن هناك بعض النقاط غير الدستورية من وجهة نظره أن يعرض الأمر لشطب الاستجواب. يخرج يظهر على المنصة ويستجيب الاستجواب، يسمع كلام النواب المستجوبين ويقول أن هذا كلام غير دستوري، والرأي بالأخير لنواب الأمة بتصويت مع رئيس وزراء أو الوزير أو مع النواب المستجوبين. هذه هي النقطة. النقطة، من الذي يحكم أنها دستورية ولا غير دستورية؟ هل النواب قبل سماع وجهة نظر المستجوبين؟ هذا أكبر خطأ ولم يمر، بل على العكس. يعني رئيس مجلس الأمة الحالي سيد مرزوق الغانم استجوب في السابق الشيخ أحمد الفهد، كانت النقطة الأساسية أن الشيخ أحمد الفهد أيضا يقول نفس كلام رئيس الوزراء الحالي أن استجوابه غير دستوري. قال له أظهر وأطلع على المنصة وأقول هذا الكلام بعد ما الناس تسمع كلامي وتسمع ردودك وتسمع تعقيبي، وبالتالي الأمة كلها، الرأي العام كله، نواب الأمة يسمعون هذا الكلام وبالتالي يقررون إن كان هذا دستوري أو غير. ألا تعتقد بأن يعني كون أن النواب يعني هم الذين أخذوا غالبية البرلمان، مجلس الأمة الكويتي الذي أخذ مبادرة عدم رفض هذا التحقيق، هو في حد ذاته إجماع ب يعني خروج هؤلاء النواب الخمسة عن الشروط الدستورية، يعني أنهم أقروا سلفا يعني؟ لا، هذا أيضا يعني إحنا لازم نفكر أن هذا الاستجواب نضعه في إطار الصحيح، وهذا البرلمان تحديدا نضعه في إطار السليم والواقعي. مجلس الأمة يواجه مغاطعة كبيرة،
هناك قوة سياسية، القوى السياسية الكبيرة كلها أصلا مغاطعة لهذه الانتخابات، هناك شخصيات مستقلة كثيرة. تعرفين النظام السياسي في الكويت يعني معظم النظام يعني يقوم على الشخصانية وعلى الفردانية، وبالتالي هناك شخصيات برلمانية مستقلة وهناك كتل سياسية كبيرة مغاطعة لهذا الانتخاب. اليوم لم يبقى يعني هذولا كانوا يعني الأكثر معارضة في هذا المجلس، ومع ذلك لم يتحملوا هذا اللعب وهذا التمثيل وهذا الدجل السياسي على الناس. تقول الأكثر معارضة، يعني أنه في رأيك هناك نواب متواطئون مع الحكومة، هذا من الذي تقوله؟ طبعا طبعا هذا واضح اصلا جدا، هو من خلال تعاون على الشطب، من خلال أقلبية كاسحة شطبت الاستجواب، وهذه سبة في جبين الديمقراطية الكويتية وفي الدستور الكويتي، يعني هذا شيء مؤسف. أكيد هناك تواطؤ سياسي كبير، ويقود هذا التواطؤ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان سيد مرزوق الغالي. فإذا كيف تفسر هذا الذي أنت تسميه تواطؤا ونحن نسميه إجماعا على يعني اتخاذ إجراء معين؟ كيف تفسر هذا الإجماع رغم أن هؤلاء النواب هم الذين يعني تم انتخابهم من طرف الشعب؟ يعني مثل ما قلت لك ساتي ان هذا البرلمان تحديدا واجه مغاطعه شديده من افراد الشعب الكويتي ومن كتل سياسيه، يعني مثلا خلينا نقول كتله حدث اللي تمثل الاخوان المسلمين مقاطعه، كتله حشد عمل الشعبي مقاطعه، تيار حدم مقاطعه، معك مقاطعه، تيار التقدم المقاطع، حزب الامه مقاطع، شخصيات عديده يعني مقاطعة. ألا تكون المقاطعة ضربا للديمقراطية في نهاية المطاف؟ يعني إذا كانت قاطعت كتلات كبيرة هذه الانتخابات وتمخض عن هذه الانتخابات يعني هذا الشكل من البرلمان، فكيف الآن يمكنه يعني أن يعني أن ينتقد المنتقدون هذا البرلمان رغم أنهم لم يشاركوا في اللعبة، لم يلعبوا اللعبة الديمقراطية منذ البداية؟ يعني لا انا من البدايه قلت لك ان هذه ليست الازمه اصلا استغاله، انا قلت لك هذه مظاهر الازمه، لذلك احنا اين تكمن الازمه سيدي؟ قلت لك في البدايه الازمه تكمن في الانقلاب على الدستور من خلال فرض الصوت الواحد، تم فرضه بمرسوم اميري، مرسوم ضروره في وقت غياب المجلس الأمة، كان في وقت غياب المجلس تم فرض قانون الصوت الواحد بخلاف القانون الانتخابي السابق، وبالتالي أفرز لنا هذا المجلس المسخ هذا والذي قبله، وقاطعت قوة سياسية عديدة. لذلك أنا لا أنتقد أصلا هذا المجلس، أنا من البداية قلت هذا إحنا نتكلم عن مظاهر الأزمة، الأزمة هي الانقلاب الدستوري على نصوص وروح الدستور الكويتي، على من جانب السلطة فرضت نظام يفرز هذا المجلس المسخ، هذه هي جذر الأزمة، التفرد في القرار. الباقي استغالات واستجوابات هذه مظاهر نتعامل معها كمظاهر، ولا نتعامل معها أبدا على الإطلاق، ولا نتعامل معها هي الأزمة الحقيقية. طيب في المنظور القريب ما هي التحركات لهذه القوى السياسية التي لم تلعب اللعبة السياسية منذ البداية بهذه المقاطعة؟ ما هو يعني هامش المبادرة للعودة بالديمقراطية الكويتية إلى يعني المسار الصحيح؟ نعم، نحن يعني جزء كبير، خلينا نقول الغالبية من القوى المقاطعة، غالبية من القوى المقاطعة أظهرت وأنتجت مشروع للإصلاح السياسي الشامل، تم الإعلان عنه، يتضمن تعديل 34 مادة في الدستور لتقليص صلاحيات السلطة السياسية حتى تكون فعلا السيادة للأمة حسب المادة السادسة من الدستور الكويتي الحالي، أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا. هذا المشروع قدم للناس، طبع، وزع، نوغش، هناك ملاحظات عليه لا ننكر ذلك، ولكن بالأخير احنا عندنا مشروع سياسي نزلنا فيه للشارع، وننتظر الآن ظروف والحالة السياسية في الكويت تعتمل. حتى من شارك في هذا المجلس والمجلس السابق يرى بأن المجلس خلال سنتين، هذول المجلسين خلال سنتين في غياب المعارضة الفساد زادت معدلاته، أيضا تم اعتقال وسجن أكثر من شخص وناشط. تقول في غياب المعارضة؟ نعم، في غياب المعارضة عن مجلس الأمة زادت عمليات الفساد بشكل لا يطاق وبشكل ملياري،
دخلنا في فضائح مليونية وملياريه، وبالتالي الناس اللي شاركت في هذين المجلسين الاخيرين، المجلس الحالي والذي قبله، اللي كانوا يقولون خلينا نشارك افضل من عدم المشاركه، الان باتوا مقتنعين اكثر من اي وقت مضى ان لا جدوى للمشاركه في ظل برلمان وفي ظل نظام انتخابي افرز هذا المجلس المسخ. ألا تذهبون إلى يعني الحائط؟ يعني أنتم قدمتم مبادرة، لكن كيف سيتم إقرارها؟ وهل أنتم مقتنعون بأنكم يعني كمعارضة ستتوافقون في الحصول على ما تطلبونه من تعديل الدستور؟ أنا أعتقد أن نعم الوقت يعني كفيل بهذا. هذه المسائل لا تأخذ بين يوم وليلة. نحن الآن في صدد مناقشة هذا المشروع مع أفراد الشعب الكويتي وأبناء الشعب الكويتي بكل شرائح وطوائف. كيف من خلال كيف تناقشون هذا؟ من خلال الأحزاب، الإعلام، من خلال الديوانيات. إحنا عندنا ما يعرف بالديوانيات اللي هي ملتقيات ومنتديات ليلية، هذه تناقش بكل أريحية، تناقش في الصحف، تناقش بالمنتديات الإلكترونية، بالتويتر، في كل وسائل التواصل الاجتماعي. الآن نحن في طور نشر المشروع والترويج للمشروع والتسويق للمشروع. ومثل ما قلت لك، على الجانب الآخر نرى أن السلطة بصنيعتها مجلس الأمة أوضاعها غير متسقة وغير منسجمة، وبالعكس تعاني الأمرين حتى من ضمن المجلس التي هي ساقة تشكيلته. وبالتالي نحن نعمل في إطار وننظر وننتظر ونرى ونقيم نتائج السلطة مع مجلسها للأسف الشديد. لكن كيف يعني سؤالي هو أنه عدا عن الجانب الشعبي وعن الحملة التوعوية التي تقومون بها، كيف ستتحصلون أو ستفرضون هذا التوجه إلى تعديل الدستور؟ يعني سياسيا يجب هناك أنه دعم برلماني على الأقل وسياسي للحصول على هذا المطلب. نعم، نحن وضعنا من خلال هذا المشروع وضعنا الآلية هي تعديل مواد الدستور، أيضا استحداث مادة جديدة للاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري، ولا تكون المسألة محصورة فقط في كفة سمو الأمير وغالبية البرلمان. نرجع للناس. أيضا المسألة أنك أنت نعم تعود للمجلس، لكن متى نعود للمجلس؟ نعود للمجلس وفق شروط معينة، وفق نظام برلماني، نظام انتخابي عفوا عادل. لذلك نحن نعمل الآن من خلال التسويق المشروع، وأيضا الضغط باتجاه تعديل النظام الانتخابي الحالي، وفي ذلك وسائل عديدة، يعني وسائل سلمية، نزول للشارع، لقاءات، اعتصامات، هذه عاد تخضع للظروف وللتوقيت المناسب لتحقيقها. التوقيت المناسب عندما تحشدون يعني قوة كافية في الشارع لمساندتكم في هذا التوجه. سؤالي الأخير هو ما الذي تتوقعه؟ يعني هل تتوقع اختراقا في المرحلة المقبلة؟ ويعني ما هي المآخذ التي أخذت على مشروع الذي قدمتموه للشعب الكويتي؟ اولا يعني في الجانب الاول من السؤال، انا اعتقد ان مثل ما قلنا غياب المعارضه عن البرلمان لمده سنتين اقنع، يعني في هذا الشهر تكتمل الغياب، يكتمل سنتين عن البرلمان، اقنع قطاعات واسعه من الشعب الكويتي ممن شاركوا في الانتخابات الاخيرات، اقنعهم بعدم جدوى المشاركه في ظل نظام انتخابي لا يحقق العداله والمساواه ويفرض راي السلطه. هذا جانب مهم جدا، ان سنتين كانوا يقولون ان المعارضه مؤزمه والمعارضه عطلت التنميه. خلال سنتين لم يرى الشعب الكويتي اي مشروع، راينا الاسفلت يتطاير بمجرد نزول زخات من المطر، راينا فضائح بمئات ومليارات الدنانير، راينا استاد صار له 4 سنوات منتهي من العمل، استاد رياضي لم يتم افتتاحه، آيل للسقوط قبل ان يفتتح، راينا فضائح يعني ماليه كبيره. في غياب البرلمان كانت حجتهم ان المعارضه هي من تؤزم الاوضاع ولا تجعل الحكومه تقوم باي عمل تنموي. اليوم سنتين الحكومه يفترض انها تعمل في وجود مجلس
مسالم مجلس مهادن ولم تتقدم، بالعكس زادت الفساد وزادت مدركاته ومؤشراته. بالنسبة للملاحظات اللي طرحت في سؤالك، أيوة في باختصار من فضلك، على هذه طبعا ترجع لي كل زاوية. يعني مثلا في بعض التيارات المدنية والليبرالية قالت أن هناك صبغة دينية في المقدمة السياسية للمشروع وليس للنصوص. النصوص الدستورية اللي تعديلها لا يوجد فيها صبغة دينية، هي نصوص مدنية 100%. هناك من قال أن لا، يعني هذه تعتبر نسخ للدستور الحالي ويعتبر دستور جديد، وتنوعت مجموعة من الآراء، ولكن لا يوجد مشروع لا توجد عليه. ولكن هذا الخلاف وهذا التنوع وهذه الحرية في التعبير هي يعني أسس الديمقراطية أو العمل الديمقراطي في الكويت. شكرا لك زايد الزايد، نائب رئيس تحرير جريدة الآن والناشط السياسي المعارض، كنت معنا مباشرة من الكويت. شكرا لكل من شارك في هذه الحلقة. أنتم دائما مع مونتي كارلو الدولية، دائما معكم حول الحدث.